فكرة مهما كانت بسيطة يسجل. وانصحكم الطريقة تستخدمونها في أي دورة تحضرونها، ممكن يعطيكم نقدر نقول تقريبي لمدى الاستفادة اللي خطوها من الدورة. أنا سجلت مقاطع. تقدر تسجل فكرة اللي قلت لك إياها أول مرة تسمع. شلون نعطيك على في أحد من عندنا واحد؟ أي عندي أنا. بس انا قصد نافذه من نوع ثاني. اللي مثلا يعني كيف ترى نفسك من الداخل؟ بالضبط. في احد سال نفسه من انا؟ سؤال يعني انا سؤالك لنفسك من انا وما هي قدراتي وما مدى وعيي على نفسي يساعدك على فهم نفسك وفهم الاخرين والتواصل معهم. بكلمكم اليوم عن نافذة مختلفة عن النافذة الأولى، اسمها نافذة جو هاري. نافذة جو هاري تنقسم إلى أربع أقسام. القسم الأول المنطقة المفتوحة، منطقة القناع ومنطقة الأعياء والمنطقة المجهولة. جو هاري اسم مركب من شخصين جوزيف وهاري، هما أصحاب هذه النظرية. أفهم بس أنا مش نوري ما أمشو. أوكي. واضح. هو نموذج يساعد على تحسين الاتصال بين المجموعات وفهم نفسك ومساعدة الناس على فهم نفسهم والاستقرار الذهني والتواصل مع الآخرين. شو يعني المنطقة المفتوحة؟ المنطقة المفتوحة هي المنطقة اللي أعرفها أنا وأعرفها عن الآخرين. مثل شنو؟ مكشوفة للجميع، لي والآخرين. شو تعرفون عني؟ بالضبط. ممكن تنطبق على السلوكيات والتصرفات، مو شرط تكون بس اسم او وظيفه او شيء ملموس. نيجي للمنطقه الثانيه، منطقه القناع هي ما اعرفه انا عن نفسي ولا اعرفه ايضا. مثل شنو؟ صفات الشخصيه. ممكن. المنطقه العمياء هي ما يعرفه الاخرون عني ولا اعرفه انا عن نفسي. المنطقه المجهوله لا اعرفها عن نفسي ولا يعرفها الاخرون عني. المنطقة المفتوحة ما أعرفها أنا وأعرفها الآخرون عني، قلنا ممكن يكون اسم، ممكن سلوكيات وتصرفات. هالمنطقة هذه اتساعها صحي للإنسان لأنها تزيد التواصل بين الناس. مثل شنو؟ لما تكون أنا صديقتي المقربة مثلاً، راح تكون الثقة بيننا كبيرة والتناغم بيننا كبير، فراح تتسع عندنا المنطقة. هذا طبيعي، الإنسان بطبيعة الاجتماعي. والله مو شرط. بس تخيل معايا لو المنطقة استعناها تخيل معايا لو المنطقة المفتوحة طبقت بين الوالدين والابن المراهق، شو النتائج اللي راح نلاقيها؟ أكيد. أو بين الزوج والزوجة. ممكن ملاحظة صغيرة. تفضل. كلمة مراهق خطأ يعني، صارت تطلق مشان ترهيب الطفل، ترهيب هاي إنه خلاص أنت مراهق تعمل أخطاء، لازم تعمل أخطاء وترتكب أخطاء. طب أنا حبيت سؤال ممكن تسجل لي عشان أقدر أجاوب عليه باستفاضة أكثر عشان أسمع أكثر. يا ريت تسجل لي بس. رأيك إنه مزبوط هلا اللفظة هاي؟ أنا حابة أجاوب عليه باستفاضة أكثر، ممكن تسجل لي لآخر. ممكن أجاوبه؟ ها؟ ممكن أجاوبه؟ والله لا، أنا حابة نتوسع ونتناقش فيه بالأخير كذا. قلنا وين وصلنا؟ المنطقة القناع. لا العمياء خلصنا منها، بس بضيف ان اتساعها مرتبط بزياده الثقه والتناغم بين الاشخاص. منطقه القناع، في عمركم شفتوا اللي اجر سياره ولا يشتري سياره غاليه وهو ملاقي عبير بنزين؟ اي هذا موجود من منطقه لبنان معطيين، مو شرط ببلد معين. والله طيب، مو شرط تكون القناع شيء سلبي، ممكن تكون اسرار خاصة فيه خصوصية. مثال أعطيتنا إياه. طيب أنا معاك مثال، ما حد أذكر تصوير ذاته. القناع ضروري يكون سلبي؟ لا. ممكن تكون خصوصيات أنا بيحتفظ بنفس، يعني مثلا ثائر علاقتي فيك غير علاقتي بأمي، أنا وأمي في منطقة مفتوحة بس أنا وياك بمنطقة القناع، في خصوصيات ما بدك تعرفها عني وهذا حق طبيعي. يعني في الواحد يكون مخبي وغبي اللي بتقول يعني تحسبهم أغنياء من التعفف. يعني هاي بحد ذاته فعلا ما اعرفه عن نفسي ولا اعرفه الاخرون عني. يعني اسرار ممكن. المنطقه العمياء هي ما اعرفه الاخرون عني ولا اعرفها عن نفسي. نستفيد بهالمنطقه بشكل كبير جدا، راح نستفاد من استاذ محمد بهالمنطقه.
هالنقطه بس على فكره يعني الناس كثير تزعل من هاي لانه بصير نقد والناس بتزعل من هذا. راح اقول لك الطريقه لو كنت صبرت علي وقلت لك سجل ملاحظاتك راح اعطيك الطريقه اللي تخليك تستفيد بشكل صحيح من هالمنطقه. استاجر على نسخك يا اخي انا على فكره عشان كذي طلبت منك تسجل الملاحظات. طيب بالمنطقه العمياء ممكن نستفيد من شخص خبير او نثق فيه إنه يقول لنا مواطن قوة فينا عشان نعززها ومناطق ضعف فينا عشان نطورها ونحسنها مثل ما استفدنا من الدكتور. المنطقة المجهولة هي ما لا أعرفها عن نفسي ولا يعرفها عن الآخرون عني. مثل ممكن تتصرف بموقف معين بشكل معين تتفاجأ ما تكون عارف أنت ليش تصرفت. ملخص ملخص مش كل الكلام اللي يعني المنطقة هذه أعلى سن نقدر نسميها ممكن هدوء شوي لو سمحت بس عشان داري أنت بتسمع الجواب. أنا مكتئب حتى. المنطقة هذه أعلم ويعلمون أعلم ولا يعلمون يعلمون ولا أعلم لا أعلم ولا يعلمون. راح أعطيكم اختبار بسيط ممكن تستفيدون منه اللي هو اسأل أي شخص قريب منك والاختبار خاص بالمنطقة العمياء. يعطيك 6 صفات سلبية عنك وست 6 صفات إيجابية. لحظة بس. صفات السلبية إن شفت الصفة طلعت مرة واحدة عديها. طلعت عندك الصفة السلبية مرتين فكر فيها. طلعت 3 مرات اشتغل عليها. الصفة الإيجابية إن شفتها مرة واحدة اشتغل عليها. مرتين. نعم. مرتين. من مرة واحدة في إنك تشتغل عليها. هذه المنطقة قوة فيك أنت مو عارفة. يعني عززها ونميها عندك. ايه في احد شايف شيء انت مو شايفه؟ والنقطه كمان السلبية ليش ما من اول مره اشتغل عليها؟ ليش استنى تكرر معي التمرين ولا الثاني؟ شوف التمرين 90 اشخاص تثقين فيهم يكون خبير يكون شخص قريب منك. حلو والله. عن الصفات السلبية 6 صفات سلبية وست صفات ايجابية. والمفروض يكون يعني السلبية اشتغل على اني اشيلها والإيجابية عززها مو ضرورة تتكلم مرتين. ما أعرف شو قصد إنه تتكلم عليها. السلبية مرة واحدة عديها لأنه ممكن يكون هالشخص شايف شيء مو صحيح فيك بس إن شفتها كررت مرتين فكر فيها. شخص ثاني. أيوة عن زين شخص ثاني. إيه شفتها مرتين فكر فيها يعني هالشيء مو عندك مو واضح للكل. بعد سؤال. ما له